بسم الله. شرائح باذنجان مقطع. نقليها بالزيت نص قليه. لحم مفروم، بصل مفروم، ثوم، ملح، بهارات اللحم، بابريكا، فلفل حار، ملعقة طحين. نعجنهم بشكل جيد حتى يتمازجوا. نشكل اللحم على شكل كرات صغيرة. نلف اللحمة بالباذنجان المقلي. نصفه بالصينية على هذا الشكل. نوزع حبة طماطم، نعمل صلصة، معجون طماطم، ثوم مهروس، فلفل أسود، ملح. نصبها على الصينية. الفرن. بسم الله. رشة بقدونس. ونتذوق. ما شاء الله طيبة.